بعد النجاح الكبير اللي حققته عروض الأورينتال فاشن شو بلندن، موسكو ومراكش، وصل عرض الأزياء الشرقية عباريس ليقدم عدد من المواهب الجديدة بمجال تصميم الأزياء. تألق على المنصة المصمم الفلسطيني الفائز ببرنامج بروجكت رانوي بنسخته العربي للموسم الثاني ساهر عوقل. قدم ساهر مجموعة من الأزياء الراقية اللي لقت استحسان كبير عند خبراء ونقاد الموضة اللي شاركوا بالحدث. التفاصيل بهالتقرير. ساهر عوكر الفائز الأول بالجائزة الأولى لبروجرام بروجكت رانوي، اليوم عم نشوفك بباريس، أول عرض لك، هل هو تتمة لبروجكت رانوي؟ هذا أول عرض مزبوط من بعد بروجكت رانوي. العرض خصيصاً هذا رح يكون أعرض فيه مجموعتي اللي ربحت فيها ببروجكت رانوي ميدل إيست اللي هي بصمة عين، طلبوها خصيصاً بعد ما ربحت لأنه تنعرض هنا وتطلع ل أوروبا بطريقة كتير حلوة. تخيل هيدي السنة مكللة فعلاً بالنجاح لألك. الحمد لله. لكل مثابر في كمان نتيجة ومجهود تعبه ما بيروح، فالتعب اللي صار معي ببروجكت رانوي ميدل إيست خلاني أوصل لهالنقطة اللي أنا واقف فيها عليها اليوم، وبفكر إنه هذا فخر لبلدي، لأهلي، لعائلتي، لأمي، إنه أنا موجود بهالنقطة اليوم، وهي بداية بس. قد إيه استوعبت فلسطين الجريحة نجاحك بمجال الموضة؟ الصراحة كانت مفاجأة مش بس لأهلي بفلسطين ولا فلسطين، كانت مفاجأة لإلي إنه ننجح بهالموضوع وكمان نبرز فيه بكل العالم العربي وكفلسطيني، إنه أنا كانت مفاجأة كتير كبيرة. استوعبوها كتير، بس بالمقابل يعني أنا روحت على فلسطين فتحوا لي كل الأبواب الحلوة بفلسطين، استقبلوني أحلى استقبال، ولكن لليوم بعدهن مش عم بستوعبوا، أو أنا كمان مش عم بستوعب النقطة اللي أنا موجود فيها، وإنه تحول العالم اللي صار علي كمان.